كمال عبد الناصر الله يرحمه كان قرر انه يدخل في وساطه في مع الولايات المتحده في هذا الموضوع، وكان قرر ايفاد زكريا محي الدين وهو عضو مجلس قياده الثوره الى الولايات المتحده للتحدث حول هذا الموضوع، يعني لتسويه الموضوع سلميا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من الذاكرة السياسية نتابع فيها في سرد ذاكرة أو استحضار ذاكرة ضيفنا دكتور منير زهران السفير المصري الأسبق. أهلا بكم مجددا سعادة السفير. أهلا بك. نريد أن نتابع الآن بقصة التشيك الذي عرض عليك. تقول لم يكن ذلك أبدا في أي نية لتجنيدك. لا يمكن أن أفكر في هذا، لأنه عادة في الولايات المتحدة بيدوا مقابل لخدمة أنت عملتها لحد. شو الخدمة اللي عملت له إياها؟ يعني إن أنا رتبت معاد ليه هو لهذا مندوب هذه الشركة. شركة نفطية. شركة أشلند. النفطية الأمريكية. أويل كمباني. كان مندوبها في واشنطن. عايز يقابل السفير أشرف غربال. فأنا عايز أقابله، ممكن ترتب لي معاد معاه؟ قلت له اوكي. ما قابلته في ريسبشن وكلمت اشرف وقال لي ايه رايك؟ قلت له رايي انك انت تقابله، ربما هو يعمل يعني ترتيب لانه رئيس مجلس اداره الشركه يزور مصر ويمكن يعمله استكشافات بتروليه في مصر وكذا، فتبقى خير وبركه. تمام. بس يعني خلاص. اشعر انه يعطيك شيء مقابل جهدك بانه دبرت له موعد مع السفير، يعني ما كان في اي نيه اخرى. تمام. فالمهم قال لي خلي مسز فيش لسكرتيرته ترتب لي ميعاد معاه. فحصل وقابله بالفعل. وفين وفين بعديها مثلا باسبوع ولا ب 10 ايام قابلته مره. نعم. قال لي انا كنت بدور عليك. ايه يا سيدي؟ قال لي بس ده ارجو تقبل الشيك ده، عملت لنا هذه الخدمه، لرتبت معاد مع السفير وإن شاء الله رئيس مجلس الإدارة هيزور مصر، فدي بس إيه عرفان للجميل. قلت له دي شغلتي وأنا المفروض يعني بأدي خدمة لبلدي مش لك. فلم تقبله بطبيعة الحال. بس هل كان في اختراق أمريكي للبعثة المصرية، للسفارة، للرعاية المصالح؟ ما حصلش وأنا موجود. ما حصلش. ما كانوا مخترقين الشفرة اللي بتبعثوا فيها البرقيات؟ لا ما حدش. لا دي جت بالمصادفة انه بيتابعوا كل برقياتنا، ومش برقياتنا احنا بس، برقيات الدول الثانية. لا الاختراق تقني للشفرة، مش حصل انه اخترقوا بعض حصل اخترقوا ده زي ما اخترقوا غيرها وغيرنا، لان هم عندهم دي من جهاز تأمين الاتصالات بتاعتهم. الأمريكان شو اللي كشفوه بموضوع البرقية اللي كانت مرسلة من واشنطن إلى القاهرة؟ اكتشفوا أنه واحد عضو في وزارة مهمة كشف مين اللي بيشتغلوا لحساب إسرائيل. من المسؤولين الأمريكيين؟ من المسؤولين الأمريكيين. أوف. لك شخصيا؟ نعم لك شخصيا. ما ده الموضوع. لو كان أي كلام ما كانش حصل الدوشة دي. شو اللي صار؟ معلش خبرنا القصة. الاتصال ان الراجل اللي قال لي الكلام ده اترفض من وظيفته. فأنا زعلت لأن أنا الذي تسبب في أنه هو ضيعت مستقبله. أنه كان في مركز كويس. فرحت لأحد أصدقائي أنا يعني وطدت علاقتي به. كان اسمه ويليام بارودي وكان على صلة بشركات البترول. قلت له أنا عندي واحد يهمني أنك نتخدمه. قال لي إيه؟ قلت له فلان الفلاني. قال لي هات لي السي في بتاعته بيوغرافي وأنا أشوف. فأديت له بعت له بجواب
الخلفية المهنية بتاعته. نعم، وفعلا دبر له وظيفة. فعلا دبر له وظيفة. أنت كنت شاعر بالذنب يعني تجاهه. كنت شاعر زعلان. بس نحكي القصة للمشاهدين إذا تكرمت عن السبب بالأساس، شو اللي صار، كيف دم. لا أنا ما قلتش للراجل ده هو عمل إيه. لا ما أنا عارف، بس القصة اللي صارت بينك وبين هذا الرجل تحديدا. إنه أنا سألته ردا على سؤالي، ليه تأخير في تنفيذ القرار 242؟ قال لي إنه في ناس هنا بيشتغلوا لصالح إسرائيل. نعم. قلت له زي مين؟ فقال لي على أسامي. أسامي مسؤولين أمريكيين كبار. مسؤولين كبار. يعملون لصالح إسرائيل. أيوه. مش بس داعمين يعني، يعملون بكل معنى الكلمة. فالمهم أنا قلت هذا الكلام للسفير. السفير بعته في برقية. سفير دكتور أشرف غربال. بعت هذا الموضوع في برقية. أنا نظرا لأنه هو حذرني أن أنا أجيب سيرته اسمه، فقلت أنا طلبت من السفير ما يكتبش اسمه. يبقى علمنا من الوزارة الفلانية كذا، من غير ما نقول اسمه، هم عارفين مين اللي قابلني. مبادرة روجرز 69 التي قلنا بأنه سنعود إليها، كيف تلقفتموها وكيف توقعتم رد عبد الناصر عليها؟ هو جمال عبد الناصر باختصار وافق عليها. من ضمن الشروط بتاعتها أنه كان فيه بمعاونة الاتحاد السوفيتي حينئذ، أنه كان فيه صواريخ سامز، أنه يعملوا ستاند ستيل، انه ما يحصلش تحريك لها، تستنى في مكان اماكنها، ما يحصلش تحريك، لانه كل ما تحركت دخلت على بعد اكثر. نعم. صواريخ سامز دهيت من شانها ان تعيق حركه الطيران الاسرائيلي انها تعدي قناه السويس للحته لبقيه البلاد يعني. فالصواريخ سامز دهيت الاتحاد السوفيتي ساعدونا في إقامتها. نعم. كان ساعتها في تفكير كل شوية نقدمها، تتقدم شوية لحد ما تقرب من قناة السويس. فقالك دي في خلال مدة معينة يحصل تتجمد في أماكن. نعم. فإحنا حركناها بعد ما جمال عبد الناصر وافق على هذه المبادرة، وانها تبقى تمهيدا لان ندخل بقى في مباحثات تؤدي الى ان اسرائيل تنسحب من سيناء، انه في هذا الوقت. بس هو ما كان عنده امل اطلاقا بالمبادرة، وافق عليه رغم انه ما في امل. هو وافق عليه. صحيح صحيح، بس انه كان اللي عمل، يقال اللي عمل تحريك لهذه الصواريخ كان سعد الدين الشاذلي. يقال بناء على الاتصال اللي صار بهيكل انه يعني يحاول يلاقي 6 ساعات يعني. أيوة. قبل ما يدخل وقف النار. أيوة. عشان يحركوها. عشان يحركوها. تمام تمام. وهذه كانت مناورة يعني، مناورة مصرية ملعوبة بشكل يعني ذكي، بانه تم يعني في خلال ال6 ساعات هذا تم فعلا. ما فشلت المبادرة. مبادرة روجرز فشلت. رحيل عبد الناصر 28 سبتمبر 70، وهو ما حظي بتغطية واسعة في الصحافة والإعلام الأمريكي. أنت بتقول بكتابك أن الإعلام الأمريكي كان يعني منذهل من حجم الحزن الشعبي المصري عليه، صحيح؟ بالضبط بالضبط. ده بعد وفاة جمال عبد الناصر ما كان يفهم طبيعة علاقة الناس فيه وحجم تأثيره وشعبيته في الشارع. الإعلام الأمريكي لم يكن يفهم. شافوا، أنا شفتها في القنوات التلفزيونية الأمريكية. وما كانش القنوات الفضائية دي موجودة عندنا خالص. أنا شفتها في أمريكا من القنوات. بس كنت تشعر بأنهم مش فهمانين يعني حالة الهستيريا هذه اللي بتصيبهم كما وصفوها هم. ما أنا شخصيا فوجئت بهذا. معلش سعد السفير، نستحضر بالصوت والصورة كيف نعى رئيس السادات سلفه الرئيس عبد الناصر قبل أن نتابع، وأدعوك إلى متابعة ذلك على الآيباد أمامك. فقدت الجمهورية العربية المتحدة
وفقدت الأمة العربية، وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغنى الرجال، رجلا من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال، هو الرئيس جمال عبد الناصر. وهذا ما قاله إذن، واستمعنا إليه. تعليقك. بكيت على مصر، كان بكائي مش على جمال عبد الناصر، بكيت على مصر إنه هذا الشخص اللي عمل سبب في حرب 67 وسبب في احتلال مصر، إنه في النهاية قال ما أخذ بالقوة لا يسرد إلا عن طريق القوة، وجمات. فبكيت على مصر. بس يعني أنا أريد أن أسألك، ألم يشفع لعبد الناصر عندك أي شيء قام به؟ بعد الفاصل إذا سمحت. شكرا لوجودك معنا مجددا، نتابع وإياكم بعد الفاصل. مشاهدينا أرجو أن تبقوا معنا. أنت إيه رأيك؟ قلت له بقى أنا ماليش رأي، أنا هحتفظ برأيي لنفسي. باس. قال يعني إيه باس؟ قلت له لا، ما أنا مش عايز أعطل حضرتك دلوقتي، عندك أغلبية بتقول لا، فمش عايز أعطل وقتك، وأنت شوف أنت عايز توافق عليها ولا ما توافقش، وابعت بركان لمصر. قال لي لا، لازم أعرف رأيي. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع السفير المصري الأسبق الدكتور منير زهران. دكتور أهلا وسهلا بك. أو سعادة السفير، شو أي لقب بتفضلوا أكثر، دكتور في القانون ولا سعادة السفير؟ أي حاجة، منير. أهلا وسهلا فيك. لا العفو. كنت سألتك قبل الفاصل، ألم يشفع يعني لعبد الناصر أي شيء، أي قرار، أي إجراء، أي سياسة اتخذها عندك لكي تبكي عليه هو عندما توفي وليس على مصر بسببه كما قلت قبل الفاصل؟ لا، لم يشفع لي أي شيء من هذا. أوف. يكفي أن مصر تم إعادة احتلالها عن طريق الإصلاح الزراعي، حرب المساواة، السد العالي. تيجي دي قصاد أنك تفقد سيناء، تفقد الأرض المصرية، هدي تشفع؟ ما تشفعش في نظري، ما تشفعش. المحاولات للوحدة العربية، لاستنهاض القومية العربية عبر الشعوب، دي ارميها ورا ظهرك. لما نتكلم على المستقبل بقى، سيناء احتلت وحصل يعني محاولات ضمها، بعد كده ضمها لإسرائيل، بعد كده جولدا مير وموشي ديان الاثنين قال لك حدود إسرائيل الآمنة هي قناة السويس، يعني مش عايزين نسحبه من سين. بعد هذا ربنا رزقنا بزعيم زي أنور السادات، وأنه تمكن أولا عن طريق حرب أكتوبر، ثم استكمالا بالمباحثات السلام التي دخل فيها بمساعدة الولايات المتحدة رئيس كارتر، سنأتي إليها لاحقا، بتحرير سيناء. اسمح لي نستحضر بالصوت والصورة على الآيباد أمامنا، كيف قاتل الجيش المصري في مقطع خاص بوزارة الدفاع المصرية، يعني ليس حصريا لنا. إن حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 هي درة الانتصارات في تاريخ مصر الحديث وفي تاريخ الأمة العربية بأسرها، حرباً استحوذت على براعة التخطيط ودقة التنفيذ وعزم الرجال وإصرارهم على تحقيق الأهداف. حرب 73 لم تؤدي لتحرير الأرض بالكامل، لأن احنا وقفنا قبل المضايق، وبعد كده استكملت بفضل الاشتباك الأول وفضل الاشتباك الثاني. نعم. وقفنا بقى عند هذا الحد. نعم. لحد ايه؟ سنة 77. نعم. لحد سنة 77 كانت مبادرة الرئيس السادات انه هو يروح لأبعد البقعة في العالم، اسرائيل،
وانه يروح يلقي خطاب في الكنيسة لانقاذ حياة جندي مصري واحد. سنأتي الى ذلك، بس اريد ان اتوقف مع المبادرة الأممية لتنفيذ القرار 242. كان في قسم رعاية المصالح لا يزال كنت لا تزال تعمل فيه، قسم رعاية المصالح المصرية في واشنطن، وكان في رأي لكم وللدكتور غربال في موضوع هذه المبادرة الأممية لتنفيذ القرار 242. كان ماذا تذكر عن ذلك؟ لا، كان بعد اعتماد القرار 242، بعد هذا القرار كان اليوثانت اللي هو سكرتير عام الأمم المتحدة ينازل عين جونار يارينغ كوسيط ممثل له لتنفيذ هذا القرار. سويدي كان سويدي، فعمل عدة جولات انتهت في النهاية بأنه هو آخر مبادرة، بقى بدل ما نقول أي المبادرات، المبادرة الأخرانية اللي عملها كانت أيام الرئيس السادات، نعم، بأنه نبتدي خطوة 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 خطوة. إيه؟ نبتدي مصر وإسرائيل ونشوف الجبهات الأخرى. نعم، فمصر وإسرائيل عمل نفس المبادرة لمصر وإسرائيل، وكان الرئيس السادات موجود، كان وزير الخارجية محمود رياض، أنه إسرائيل تنسحب إلى حدود مصر الدولية اللي كانت موجودة تحت الانتداب البريطاني، وتطهير قناة السويس، و بعد كده الدخول في ترتيبات سلام. نعم، المبادرة جونار يارينغ اتقدمت. أي حضرتك كنت مؤيدها؟ يعني عندما ناقشتم الموضوع أيدتها؟ أيدتها، أيدتها. والقسم كله كان مؤيد، يعني قسم رعاية المصالح؟ لا، زملائك؟ لا، مش كلهم. السفير أسر غربال هي اتقدمت للممثلين ممثلي البلدين في نيويورك. الدكتور زيات كان في نيويورك، ومندوب إسرائيل كان في نيويورك برضو. جونار يارينغ ادى المبادرة دهية لمندوب مصر وإسرائيل. فالدكتور أشرف غربال باعتبار أن أمريكا لها باع كبير جدا ولها تأثير في هذه العملية، قال أنه لازم يشوف المبادرة دي. فكلم الدكتور زيات، قال له ما أقدرش أبعتها له. قال له لا، بس أنا مهم أن أنا أعرفها، لأن الأمريكان لما يسألوني أقول لهم إيه. فقال له ابعت لي حد من عندك أدي له صورة منه، نعمل فوتو كوبي أدي له صورة منه. نعم، فبعت حد أحد الأعضاء السفارة، مش السفارة، قسم رعاية المصالح، صحيح، بعته نيويورك، وفي المطار يدوله البتاعة في ظرف مقفول جابها. لما وصل ما وصل واشنطن، صور المبادرة دي على قد أعضاء قسم رعاية المصالح ومنهم العبد لله، وقال الساعة 4 هنجتمع نناقشها. أنا ما كنتش روحت بيتي وقت الغداء، قعدت أقراها وأقارن بينها وبين المبادرات السابقة، ووصلت للفكر، قلت دي فرصة الإسرائيليين مراوغين، وأنا بيني وبين نفسي قلت لما هيجي الاجتماع هقول لهم موافقين عليها. جاء الساعة 4، أنا ما كلمتش حد من الزمر، ده كان بيني وبين نفسي. ما جاء الاجتماع، دكتور أشرف ابتدى قريته البتاع، فوصل من الأول 1 2 3 4 5 لحد ما وصل لهم كلهم، قالوا لا ما نوافقش، لا ما نوافقش، لا ما نوافقش. طب أنت يا منير، أنت إيه رأيك؟ قلت له بقى أنا ماليش رأي، أنا هحتفظ برأيي لنفسي. باس. قال يعني إيه باس؟ قلت له لا، ما انا مش عايز اعطل حضرتك دلوقتي، عندك اغلبيه بتقول لا، فمش عايز اعطل وقتك، وانت شوف انت عايز توافق عليها ولا ما توافقش، وابعت برقيه لمصر. قال لي لا، لازم اعرف رايي. فقلت له انا موافق. ليه؟ لقيته صار
ثار عليك. ثار علي. قال لي طب ما كنا وافقنا من سنة 48 وإحنا مات من عندنا استشهد 100,000 بني آدم. ما كنا وافقنا من ساعتها. إزاي تقولوا الكلام ده؟ مش صح الكلام برأيك؟ فقلت له أنا مقتنع إنه إسرائيل هترفضه. وإحنا يا ريت نحرر أرضنا ونعيد فتح قناة السويس وإيرادات قناة السويس ترجع لنا تاني، نطهر القناة وترجع ريما لعادتها القديمة. فبصيت لقيت واحد زميل تاني الله يرحمه ويحسن إليه، السفير يوسف شرار، كان هو نمرة 2 يعني في الترتيب، يبقى أشرف وبعدين يوسف وبعدين الباقيين. فيوسف قاطعه بقى، قالوا أنا أسف يا دكتور أشرف أنا غيرت رأيي. قالوا غيرت رأيك إزاي؟ قالوا أنا مؤيد الكلام اللي بيقوله منير. اقتنع. فزعل منه جدا. قال له إزاي؟ صار جدا. وقال لي خلاص دلوقتي الأغلبية بتقول لأ، فنبعت برقية إن إحنا نرفض البتاعة دي. طب بس ما جاوبتني حضرتك، شو كان ردك عليه يعني رأيك بما قاله عن إنه طب ما كنا قبلنا من 48؟ قلت له شو إحنا قدمنا شهداء؟ إسرائيل مراوغة وإسرائيل مش هتقبل، أنت كده بتحرجها. يعني أنت كنت باني موقفك توقعا منك لرفض إسرائيل؟ لا، حاجتين. أولا نحرر أرضنا، وأنا أنسى حكاية الدول العربية الأخرى، أبتدي بمصر مش هبتدي بسوريا، مش هبتدي بالضفة الغربية، يعني أبتدي أنا كمصري أبتدي بسيناء، وأبتدي بإعادة تشغيل قناة السويس، أبتدي ببيتي مش أبتدي ببيت الجيران. ده دي وجهة نظر. فيوسف وافق على الكلام اللي أنا قلته. المهم استكمالا للحتة دي مهمة جدا، بعد برقية بعدم موافقة، لا نوافق على البتاع ده ونعمل ايه مع العرب التانيين والناس اللي ارضهم محتلة ومش عارف ايه، لذلك نحن لا نوافق على البتاع ده. بعديها كده بأسبوعين اذا برقية تيجي من القاهرة ان الرئيس السادات وافق على مبادرة يارينج. البرقية اللي انت حليت شفرتها بنفسك. ايوه بالظبط. وكنت سعيد جدا لانه هذا رايك. سعيد جدا طبعا، لان كل الكلام اللي انا قلته جاء في البرقية دي. ورفضت اسرائيل فعلا. وفعلا اسرائيل حصل ما توقعته. انا ساتابع معك بعد الفاصل سعادة السفير، شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقات المهمه من تاريخ مصر والعالم العربي. بعد الفاصل نتابع ان شاء الله. بعد الفاصل مشاهدينا ارجو ان تبقوا معنا. فوجئت بقى وهو بيلقي الخطاب بتاعه انه خرج عن النص اللي احنا طبعينه واديناه للمترجمين، ما كانش فيه الحته دي، قام زودها شفاهه. رجع اضافه نفس الفكره تبعك، نفس الكلام اللي انا قلته له قاله رسميا في المضابط. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الى هذه الحلقه من الذاكره السياسيه، نتابع فيها مع السفير المصري الاسبق الدكتور منير زهران. اهلا بك معنا دكتور. أهلاً مجددا بك. قرار الرئيس السادات طرد الخبراء الروس من مصر في عام 72، كيف استقبلتموه؟ هل كنت مؤيد للقرار او معارض له؟ لا انا للاسف فوجئت به، صدمت به. صدمت؟ ليه؟ يعني ازاي نطرد الخبراء الروس واحنا معتمدين في تسليحنا 100% على الأسلحة والمعونة السوفيتية التي كنا نتلقاها لإعادة بناء القوات المسلحة وتدريب المختلف أسلحة القوات المسلحة وأرضنا لسه محتلة؟ طب شو كان السبب؟ شو تفسيرك آنذاك؟ يعني ليش اتخذ هذا القرار؟ هو كان له أسبابه، إنما أنا كنت أعتقد ولزلت أنا بعتقد إنه كان ممكن إن هو يتشاور مع الأمريكان قبل ما يطرد، إنه يقول لهم إنه لو أنا دلوقتي أنتوا بتقولوا لا نقبل إن السلاح السوفيتي يهزم السلاح الأمريكي، طب إيه رأيكم
لو قلنا للخبراء السوفيت يمشوا من مصر، هل هتتعدلوا بقى تمشوا كويس؟ وهل هتدخلوا بأمانة وبموضوعية تساعدونا في طرد إسرائيل؟ في تحرير أرضكم. تحرير نعم. تحرير تحرير سيناء. في مقابل ذلك يعني. في مقابل ذلك. لماذا لم يعني؟ وده الهدف. لم يحاول أن يستفيد من هكذا خطوة كبيرة. أنا كان من رأيي إنه هو لو كان يعني عايز يلعب أوراقه مظبوط. طب بس عفوا يعني بعد ما فهمت شو تفسيرك إذن لماذا قام لماذا فعل ذلك دون أن يشاور الأمريكيين مثلا؟ هو كان هدفه إنه يبقى لما هيعمل كده الأمريكان هبقى هيجوا في صفنا بجد. إنما كان في نظري أنا كان من الأفضل إنه يأخذ الثمن قبل ما يقدم على هذه الخطوة. قبل ما يقدم. بس مش هذا اللي صار، صار العكس صح؟ ساءت العلاقات ولا لا؟ ساءت العلاقات مع واشنطن. ساءت. يعني صار عكس ما كان يتوقعه. صار العكس، لأن هم خلاص ما هم انطردوا. بالضبط. يعني هو حقق لهم اللي هم عايزينه من غير ما يدفعوا الثمن. يعني ليش بدي ادفع لك ثمن وانت خلصت؟ بالضبط. يعني. كيف ساءت العلاقات بعدين؟ صارت العلاقات ان انا هو اتنقل مصر، اشرف اتنقل مصر. وانا اتنقلت نيويورك. وانا اتنقلت نيويورك. يعني خفضوا التمثيل. خفضوا قسم رعايه المصالح. خفضوا قسم رعاية مصالح في البلدين. بس أتأكد من نقطة حضرتك، يعني القسم الأمريكي في القاهرة والقسم المصري في واشنطن. بالضبط. بس أتأكد من نقطة، قلت أنه كان يجب أن يشاور الأمريكيين حتى رغم القطيعة عادي، يعني أنه كان في لقاءات صارت كانت عم تصير. كان في بيحصل. كان في لقاءات. عادي. كان بيقدر يخبر. كان حصل لقاءات. أو عبر أي قناة يعني كان ممكن. يعني مثلاً لما مات الرئيس جمال عبد الناصر، بعت وزير الدفاع. نيكسون بعت وزير الدفاع كان اسمه إليوت ريتشاردسون، بعته في العزاء وقابل أنور السادات. يعني وزير الدفاع دي شخصية كبيرة جدا، دي تعتبر ثالث شخصية في أمريكا بعد نائب الرئيس وبعد وزير الخارجية يجي وزير الدفاع. ثالث شخصية، شخصية مهمة جدا في الإدارة الأمريكية. فكان يعني بيقدر كان يوصل الموضوع بأي طريقة رغم القطيعة. بس قرار طرد الخبراء، حتى الوزير وزير الخارجية مراد غالب آنذاك ما كان موافق عليه. ما هو ما أعلنش، إنما قال له. يعني مراد غالب الله يرحمه ما أعلنش رسمي في للإعلام. لا أكيد إنه أكيد، بس إنه إنما لما أنور السادات قال له هذا الكلام، قال له ازاي يا ريس، ازاي وعندنا تسليحنا كله من عندهم وعندنا خبرة روس في كل مكان غير القوات المسلحة، ازاي نخاطر بالعملية دي؟ فهو بقى للأسف الشديد الرئيس السادات كان عاطفي، ففي احدى الخطب بتاعته قال ان لما جيت قلت لوزير الخارجية الكلام ده فوجدته مهتزا فطردته. نقول الكلام ده ف يعني المفروض ان هو كان يناقشوا فيه يعني. كان يعني ايضا تحدثنا كثيرا عن قرارات عبد الناصر. ما هو بعد كده غيره وجاب الزيات. لا تمام، بس يعني كقرار انتقدت كثيرا في هذه الحلقات قرارات وسياسات عبد الناصر، ولكن يعني كان نفس السياسة كأنه مضى فيها صح بدون استشارة أحد، يعني قرار كهذا بدون قبول وزير الخارجية. كان ممكن يتشاور فيه. يعني لم يتشاور مع أحد، يعني أنت أقصد لم يتشاور، يعني نفس العقلية الحاكمة، نفس الفكرة. لازم يتشاور. هو بعد ما خده القرار قال اللي معاه، هو خذ القرار وأعلانه خلاص. بس كان بمعظم القرارات يتصرف بهذه الطريقة صح؟ حتى القرارات التي أدت إلى النصر. فعلا. بمفرده. فعلا. حاول الرئيس السادات أن يستفيد من يعني عملية فردان الإسرائيلية في بيروت اللي قتل فيها ثلاثة من يعني كبار القيادات الفلسطينية ليحرك الموضوع العربي الإسرائيلي في الأمم المتحدة من خلال البعثة المصرية. مجلس الأمن.
من خلال مجلس الأمن. كيف حصل ذلك؟ ورغم أنه بيعرف في فيتو أمريكي قادم. حصل للأسف بدون شك. حصل للأسف الشديد. هو كان متوقع أن أمريكا تصوت ضده. فحصل الدكتور زيات جاء نيويورك ويعني دافع عن هذا الموضوع ببسالة الحقيقة الدكتور زيات. وانتهى الأمر بأنه 14 دولة أيدت قرار سحب القوات الإسرائيلية من سيناء فيما عدا دولة واحدة اللي هي أمريكا صوتت ضد القرار. يعني هذا يحرج الولايات المتحدة بدون شك. أحرجها. يعني هذا كان هدفه. كان هذا هدفه وكان يبقى ده مقدمة لتحرير الأرض عن طريق القوات المسلحة. أنه ما فيش أمل في الحوار وفي الدبلوماسية. جت بداية حرب 73. هذه كانت بداية حرب 73. اختمر في ذهنه ما فيش فايدة في أمريكا. فلازم أن احنا نحرر أرضنا. بالقوة. بنفسنا. نحرر أرضنا بأظافرنا زي ما بيقولوا. بس الوزير زيات طلب منك أن تكتب خطابه. بس بداية لم يقبلوا كما هو. يعني لم يقرأوا. لا قرأوا. قرأه هو بس. قرأ هو. كان قرر يشيل يحذف جزء معين صحيح. كان في يسمى بالإنجليزية دايليما. إيه هي الدايليما؟ معضلة يعني. إيه هي الدايليما؟ كان جولدا مير مشيديان الاثنين يقولوا ما ينسحبوش من سيناء. وإن حدود إسرائيل الآمنة القابلة للدفاع عنها هي قناة السويس. نعم. فدي كانت حرقاه الحكاية دي. فأنا قلت له دي مهمة جدا أنه ندافع عن مصرية سيناء كلها. يبقى مصرية ندافع عن مصرية سيناء نرجع لحدود مصر الدولية مع فلسطين تحت الانتداب. ودي النقطة اللي هي إسرائيل تعدتها ووصلت لقناة السويس. ف نبتدي ان احنا نقول قرار 181 اللي هو بتقسيم فلسطين. قرار التقسيم. نشير الى قرار 181 لسنة 47 اللي هو تقسيم فلسطين. فأي حدود لإسرائيل يجب تكون في اطار خريطة فلسطين تحت الانتداب البريطاني. ما تبقاش خارجها. لو كانت خارجها هتدخل في سيناء. تمام مفهوم. وبالتالي انه قام قال لي ده ازاي وهو قرار التقسيم ده ما حصلش بعد تقرير مصير. الفلسطينيين ما عبروش عن تقرير مصيرهم في هذه الفتره وده سبب رفضنا. قلت له خلاص ده سبب رفضنا. النهارده احنا موافقين. النهارده احنا موافقين. وهي بترد على ادعاء اسرائيل ان حدودها على قناه السويس. قال لي لك بطل كلام فارغ. قلت له طيب زي ما حضرتك شايف الخطاب ده بتاعك انت وانت اللي مسؤول عنه. ففوجئت بقى وهو بيلقي الخطاب بتاعه انه خرج عن النص اللي احنا طبعينه وديناه للمترجمين وما كانش فيه الحته دي. قام زودها شفاهة. رجع أضافة نفس الفكرة تبعك. نفس الكلام اللي أنا قلته له. قالوا رسميا في المضابط. سألته لاحقا ما الذي غير رأيه؟ لا خلاص. يعني لماذا عاد؟ لا خلاص ما غيره. ما سألتوش ليه. أنا يكفيني يعني ترضية لي أنه وافق على كلام. بس هذا أثار مشكلة مع منظمة التحرير الفلسطينية. بيبكوا عليها. طيب نرجع لقرار التقسيم النهاردة. نرجع له النهاردة. هتاخد تقريبا 43% من أرض فلسطين. ياخدها الفلسطينيين. يقيموا عليها دولته. 43. مش 22. مش 22. 43%. ده قرار التقسيم. وبعدين القدس ما تبقاش تبعنا. ولا تبع إسرائيل. القدس وبيت لحم. تبقى تحت الإدارة الدولية. يعني أسره بعاصمة أبدية لإسرائيل ما تبقاش. ترجع تحت إدارة دولية. اللي هي الأماكن الدينية. نعم. الموجودة في القدس
بيتلحموا. هل حاولتم تهدئة غضب ممثلي منظمة التحرير؟ أنا ما يهمنيش لا بالأمم المتحدة آنذاك، ما التقيتوا فيهم؟ التقينا الدكتور زيات اللي كان مندوب في فلسطين، كان مستشار لوفد اليمن، محطوط على قائمة الدبلوماسية، لأنه ما في تمثيل يعني صح؟ إن كان لازم يلحق بدولة. سعادات حسن كان محطوط على القائمة الدبلوماسية عشان يتمتع بالحصانة، لأن إسرائيل مش معترفة بمنظمة التحرير الفلسطينية ولا معترفة بالقائمة الفلسطينية، فكان مدرج في القائمة الدبلوماسية ضمن الوفد اليمني كمستشار لوفد اليمن. مستشار لوفد اليمن، فقابلته بالمصادفة فكلم كلام وحش على الزيات. ومين قال له؟ مين قال له مشيت اشاور معانا وعمل ايه كده وازاي؟ فأنا قلت له ده نظريا لإحراج الإسرائيل مش لك، ده الكلام ده موجه لإسرائيل مش لك انت. قال لي مين؟ قال له احنا مش معترفين بالقرار 181. قلت له يا سيدي حرر ارضك الاول وبعدين اتكلم. وبعدين انا رحت بلغت الدكتور الزيات بالكلام اللي قاله سعادات حسن، فقام قال لي طب هتهول. فرحت اقول له الدكتور زيات عايزك، قال لي مش رايح له. وبعد الكلام اللي قاله مش رايح. وبعدين بعديها بشويه بنتمشى احنا الاثنين في الديليجيتس لاونج في الامم المتحده، فبالمصادفه قبله وجها لوجه. قال له انت زعلان ليه يا سعادات؟ زعلان ليه؟ هي اسرائيل انسحبت من ارضكم؟ اسرائيل ما انسحبتش، ده احنا بنحاول نطردها من ارضنا احنا في سيناء. ده يزعلك في ايه؟ ده احنا بنرد على كلامهم ان حدودهم الطبيعيه هي قناه السويس. ده رد عليهم. انما هو نظري. وبعدين عم قال له انت يعني شاكك في ان مصر بتساعدكم؟ هذا الكلام غير صحيح. وانا لما استطيع ان انا اساعدكم اساعدكم وانا كامل، ولا انا رجلي مقطوعه اساعدكم وانا كامل الجسم كده، ولا جزء من ارضي محتل؟ تمام. بعد كده ياسر عرفات الله يرحمه طالب رفض زيات، انه من غضب منظمه من التحرير الذي استمر تقصد لازم لازم ترفض وزير خارجيه. نعم، انه لانه تصرف بهذه الطريقه. شو صار بعد منها؟ كيف تعاطت الدولة المصرية معها؟ لا ما خلاص بقى، جت حرب أكتوبر زي ما انت عارف، والراجل دافع ببسالة عن أرض مصر وتغير بعدين يعني، وتم تغيير بوزارة الخارجية رغم مدافعته الشرسة بالأمم المتحدة بعد حرب أكتوبر. ما خلصنا المداولات في مجلس الأمن، والقرار 338، القرار 339 صحيح، والقرار 340. هذه بدنا نخليها للحلقة اللي جاي إذا الله راد. حرب أكتوبر كلها للحلقة اللي جاي نبدأ فيها إذا الله راد. شكرا جزيلا لوجودك معنا سعادة السفير في هذه الحلقات الشيقة. مشاهدينا الكرام، نتابع في الحلقة المقبلة مع السفير منير زهران، الدكتور منير زهران هو السفير المصري الأسبق، فأرجو أن تكونوا معنا. إلى اللقاء. قال له أشرف أنت تعلم أنه كلام وزير الدفاع الآن، وزير الدفاع، وزير الدفاع الأمريكي. نعم، قال أشرف أنت تعرف أنه السبب في ذلك لأنه إسرائيل كادت تهزم.